أهلي في عبلين الحبيبة، أخي الناخب أختي الناخبة، أحبائي أهل بلدتي الكرام كبيرا وصغيرا. في هذه الأيام ما قبل الانتخابات بثلاث أيام عم تكتر كتير أشاعات وكذب ونصب، وعندما نتكلم ونقول أن هناك أكاذيب، هاي هي الحقيقة الموجودة بالشارع العام في عبلين. وعندما نتكلم نقول أن نريد التغيير، فالتغيير هو تغيير نهج فكري وعملي، والفكر والعقل الإنسان دائما عندما نربي أو أبنائنا يجب علينا تربية أبنائنا على الصدق والأمانة والطريق الصحيح وليس على الكذب. ما يجري اليوم في عبلين من خلال بعض المنافسين لي في القرية هو كذب فاضح، وهذا الكذب المنتشر يوم يقال انه علي حيدر وقع اتفاق مع السيد صالح مرشد سليم، يوم وقع اتفاق مع طرف اخر مع السيد مأمون الشيخ احمد، وهناك بعد يومين راح تكون مفاجآت والانسحابات والاكاذيب ما هب ودب. علي حيدر اثبت لعبلين واهالي عبلين كلهم بصدقه وإيمانه في العمل، وكان دائما مع الجمهور ومشاعر الجمهور وعاش حياة كل إنسان في هاي البلد من حلوتها ومن مرتها، وكنت دائما صادق. عندما يكذبون هؤلاء إن كان هذا الطرف أو ذاك الطرف بأنه انسحاب علي حيدر وأنه عمل اتفاق مع السيد فلان أو مع السيد فلان، لا توجد اتفاقيات لا سرية ولا معلنة مع أي مرشح رئاسي، ولم ألتقي حتى هذا اليوم مع أي مرشح رئاسي. حق شرعي لكل مرشح رئاسي أن يحكي ويعلن ويناقش، ولكن دائما يجب أن تكون في حدود الأداب. عندما أقول التغيير هو تغيير بالفعل، كيف ممكن أن نربي أولادنا وأجيالنا القادمة بالصدق ومحبة لأهل بلده ولمواطنيه، وأنه يشعر مع الطرف الآخر وليس بالكذب والافتراءات. هناك اليوم قبل الانتخابات ثلاثة أيام وعم نسمع يوم أنه هناك في علي بدي وقع اتفاق مع السيد مأمور بدي ينسحب الانتخابات يوم السبت. لن ننسحب، نحن إن شاء الله إلى موقع الرئاسة، ونحن وكوادرنا وناخبينا وأهل بلدتنا الشباب والشباب والشباب حتى الأطفال الصغار الذين يتعاطفون معنا بيعرفوا بالصدق وبحمامية أنه إحنا قريبين إلى قلوبهم، ولم مش ممكن نكذب على أحد إلا أن نكون رؤساء في هاي في مجلس عبلين المحلي من خلال شبابنا وشباتنا وجمهورنا الطيب المحترم الذي ما تعودش بحياته على الكذب والافتراءات. هذه الافتراءات إخواني ليلا نهارا من الخصوم، ودليل قاطع أنه هو ضعيف. هو ضعيف، نحن أقوياء، نحن أقوياء ومش مضغوطين. بصراحة بقولكم إحنا مش مضغوطين يا جماعة، والمضغوط معروف مين هو المضغوط، اللي دابك يعطي الفتن والأكاذيب وكل يوم دعاية مش دعاية. نحن سنواصل المسيرة وبالطريق إلى الحسم إن شاء الله من الجولة الأولى. فلذلك أنبه أهلي وإخواني وشبابنا وشباتنا إلى هذه الافتراءات، إلى هذه الكذب، هذا مش محله. أبو كمال صادق، وهو دائما كان صادق مع الجمهور وبشكل واضح وصريح. لا يمكن إلا أن أكون صادقا، والعهد والعهد، وقطعت دائما إنه هذا العهد الصادق لا يمكن أن نتنازل عنه أبدا. فلذلك أهلي أحبائي أهل عبلين، نريد أن تكونوا على ثقة كاملة حتى ما بعد الانتخابات. أبو كمال إن شاء الله رئيس ب 11-11، وبعد الانتخابات سوف نحتفل جميعا مع بعضنا البعض في هذه المسيرة التغييرية، كما قلنا تغيير الجوهر، تغيير الفكر، تغيير النهج، مش نهج الكذب
والنصب، وهناك افتراءات كثيرة. فلذلك إخواني أهل عبلين، لا نريد أن نطيل في هذا الموضوع، ولكن حبيت أن أطلعكم على آخر التطورات. نحن وكوادرنا في وحلفائنا في قائمة الأفق الجديد سوف نعمل بكل ما أتانا من قوة من أجل تحقيق هذا النصر إن شاء الله ب11/11، وأبو كمال أن يكون على في 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 سلم أولوياته للعمل البلدي. كما قلت، هو الأخلاق، هي التعامل باحترام مع المواطن، والصدق والأمانة. أريد أن أطلعكم على آخر التطورات على الساحة الانتخابية وما يجري من افتراءات. إن مثل هذا النهج قد انتهج على يد البعض في الانتخابات السابقة لنفس الهدف. وهنا أشدد بشكل واضح، بالانتخابات الماضية كانوا يحكوا ويتكلموا وطلعوا كل بيت وبيت وتلفونات وقيم وحط، أبو كمال محول أصواته لصالح المرشد، وطلعت النتيجة والأبو كمال محول إحنا لم نخوض هذه الانتخابات مشان نحول أصواتنا ولا لصالح المرشد ولا لمأمون. إحنا خايدين هاي الانتخابات عشان إحنا نكون في المجلس المحلي برئاسة المجلس المحلي. لو بدنا إحنا نيابي هو وإحنا قاعد في بيوتنا يا عمي، ولو بده عضو وإحنا قاعدين في بيوتنا. لأني أنا حكيت وبتكلم لإخواني الشباب والشابات وأهل عبلين رجالا ونساء، نحن نريد تغيير فكري، نهج جديد. فلذلك لا نريدها أن تكون الصراع كل يوم كذبة وتانية، ورجعت حليمة لعادتها القديمة كل يوم التاني كذبة مشان يقول الناس مرات بالليل مرات بالنهار مرات. لا ليه؟ عيب، هذا خجل. يجب على كل عضو مرشح، على كل مرشح رئاسي يحكي اللي بده اياه بأداب. لن نهاجم أحد، لن نهاجم أحد. فلذلك المطلوب، احنا وقعنا على وثيقة شرف. وين هاي الوثيقة الشرف؟ من يلتزم فيها؟ أريد بهذا الموضوع أن نحدده نهائيا، أن نكون على مستوى المسؤولية، ونخلي شبابنا وبناتنا وأولادنا وأجيالنا نعلمهم أن وحدة عبلين فوق كل إشي يا عمي. وحدتنا بأبنائه الأطفال، بشبابه، بنسائه، بالختيارية، بالمسنين. هذا هو مستقبلنا، بجمال البلد، بتطور البلد ثقافيا تربويا اجتماعيا، مش بالأكاذيب. لا نريد أكاذيب. فلذلك بقولها بصراحة، نحن مش مضغوطين يا عمي، كمان مرة بقولكم مش مضغوطين. المضغوط هو يتصرف ويطلع بأكاذيبه ويقيم ويحط. احنا لا نريد، نريدها معركة حضارية. فلذلك كون الناخب العبليني يعني أن المرشح علي حيدر وحلفاؤه في قامة أفق جديد هي القوة الأولى في عبلين، وأن النصر حليف هذا التحالف الحقيقي والشريف. هنا نلفت انتباهكم يا أهلنا أن هذه الأيام ما أكثر فيها النفاق والكذب والافتراءات، وأننا على ثقة من أنكم قادرون على التمييز بين الحق والباطل. ونحن من خلال سنوات خدمتنا معرفتكم لنا حق المعرفة عودناكم على الأمانة والصدق والشفافية في التعامل، وأقسم لكم سوف أبقى هكذا. علي حيدر هو علي حيدر، الإنسان المتواضع الأديب الذي يتعامل مع الآخرين باحترام وصدق. نعم، نحن كلنا أبناء عبلين. علي حيدر أخوكم وشريككم في الهم والفرح، هكذا أنا وسوف أبقى هكذا. نعم لأخيكم وابنكم علي حيدر، نعم للتحالف الخير والمستقبل الأفضل، نعم لتغيير النهج المحسوبيات والمصالح الضيقة، نعم لتغيير نهج شراء الذمم. صوتوا علي حيدر للرئاسة. نعم، وحدة عبلين هي أغلى ما نملك، هي أغلى وأجمل وأحلى ما نملك في الدنيا. وكل من يريد أن يعمل من أجل وحدة هذه البلدة الطيبة عليه أن يكون صادقا، عليه أن يكون أمينا، عليه أن يكون ذو اليد البيضاء النظيفة، ويتعامل باحترام ومسؤولية مع الآخرين، مع المسؤول ومع المواطن.
فلذلك أخي المواطن، أختي المواطنة، أخي الناخب، أختي الناخبة، أهلي وأحبائي، أعيد وأكرر، إحنا مش مضغوطين يا جماعة الخير، والله ما إحنا مضغوطين وكيفين ومبسوطين، لأنه شعبنا معانا، جمهورنا معانا، شبابنا معانا، كل أجيال أهل عبلين معانا، فلذلك إحنا مرتاحين وبنعرف وين الضغط. عندما لما بتصير الضغط بتصير في هناك المثبات وهناك الدعايات الكاذبة وهناك الافتراءات، فلذلك نحن لا نريدها هكذا، نريد أن المواطن يكون مرتاح وما يسمعش الأشاعات الكاذبة. رجاء لا تسمعوا للدعايات الكاذبة، نحن صادقين في عهدنا إن شاء الله وفي مواقفنا وفي عملنا، وهذا ما أثبتنا خلال كل السنوات الماضية. بالنهاية نعم للتحالف الخير والمستقبل الأفضل، نعم لتغيير نهج المحسوبيات والمصالح الضيقة، نعم لتغيير نهج شراء الذمم. صوتوا علي حيدر للرئاسة، ونحن وإياكم إن شاء الله وحلفائنا إن شاء الله مع النصر في 11/11، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.